أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما تقوله الصحف العربية ومواقع الأخبار المحلية. والبداية مما تعرضت له أمهات المختطفين في شوارع صنعاء وعلق موقع يمن مونيتور: مسلحون حوثيون يعتدون بالضرب على عدد من أمهات المختطفين في صنعاء. وقال الموقع: اعتدى مسلحون من جماعة الحوثي بالضرب على عدد من أمهات المختطفين قرب مقر الأمم المتحدة بصنعاء بعد مطالبتهن بسرعة إطلاق ذويهن من سجون الجماعة. وقالت إحدى المحتجات ليمن مونيتور إن مسلحين حوثيين اعتدوا بالضرب على عدد من النساء المحتجات اللواتي طالبن الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين من أجل الإفراج عن ذويهن المختطفين في سجون الجماعة بصنعاء. وأضافت مفضلة عدم ذكر اسمها خشية التضييق الذي يمارسه الحوثيون على كل من يدلي بأي حديث لوسائل الإعلام أن المسلحين استولوا على هاتفين لاثنتين من المحتجات فيما تلفظوا على المشاركات في الوقفة الاحتجاجية بألفاظ نابية يصعب ذكرها. وتابعت أن اعتداء المسلحين الحوثيين جاء على مرأى من جنود في أطقم أمنية، وأن المسلحين حاولوا اختطاف بعض المحتجات غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك. تابع الموقع أن الاعتداء جاء أيضا قرب مكتب الأمم المتحدة بصنعاء وأثناء مطالبة المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي يزور صنعاء حاليا بالعمل على سرعة الإفراج عن المختطفين في سجون الجماعة الحوثية. اليمنيون بلا وثائق ميلاد، هذا ما عنون به موقع المشاهد، والذي نقل عن زياد معوضة مدير فرع الأحوال المدنية في منطقة الثورة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي قوله: لا يوجد كروت شهادات ميلاد بالإدارة العامة للمصلحة التي تزود فروعها بما يلزم من الكروت، مضيفا أنهم تلقوا وعودا من المصلحة بطباعة كروت في الأيام القادمة. ثلاثة مصادر أمنية في فرع المصلحة بمنطقة الثورة يؤكدون للمشاهد أن الكروت متوفرة في كل فروع المصلحة بما في ذلك الفرع الذي يعملون فيه، لكن إدارة فروع المصلحة حولوها إلى سوق سوداء من خلال بيع الكروت الواحد لشهادة الميلاد الواحدة إلى 1200 ريال. يقول مصدر أمني: الكروت تمنح مجانا لكل المواليد، لكن تزايد حاجة الناس إليها في بداية العام الدراسي جعلت إدارات فروع المصلحة تقرر بيع الكروت عبر سماسرة يتبعون تلك الفروع. صاحب مركز التصوير بادر لمراسلة موقع المشاهد بالسؤال: هل تريد شهادة ميلاد؟ وقبل الرد عليه أردف قائلا: أدفع وأنا سأعطيك شهادة الميلاد خلال دقائق. ضباط يمنيون يتجمعون بجوار مراكز التصوير القريبة من مكاتب مصلحة الأحوال المدنية لاصطياد من يريد استخراج شهادة الميلاد لطفله. اليمن إلى صراع ممتد. تحت هذا العنوان كتب الباحث المصري سامح راشد مقاله المنشور في العربي الجديد، وقال الكاتب في أجزاء من المقال: كان متوقعا فشل الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، فهي إجبارية لم تنبع من قناعة أو حتى من مصلحة حقيقية للأطراف المنخرطة في الحرب. تقول كل المعطيات العسكرية والسياسية بوضوح إن الحرب لن تنتهي قريباً، وإن الصراع متواصل حتى إشعار آخر. يتلخص سبب هذه النظرة التي قد يراها بعضهم متشائمة في عدم مقدرة أي من الأطراف على فرض إرادته عسكرياً على الأرض وبالتالي سياسياً في المفاوضات. ذلك التوازن النسبي في القوى كفيل بجعل أي محاولة لإنهاء الحرب في اليمن أقرب إلى التمرين الذهني من أي شيء آخر. يفسر هذا الوضع المعقد حالة الإحباط التي غلبت على أداء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وهو يسعى بغير حماس إلى تمديد الهدنة التي شهدت خروقات متتالية قبل أن تنتهي كما بدأت، من دون تغيير فعلي لا في الموقف العسكري ولا في المواقف السياسية، فضلا عن المعاناة الإنسانية المستمرة بدرجات متفاوتة للمدنيين في مختلف أنحاء اليمن. لا يدعو أداء ولد الشيخ نفسه إلى التفاؤل،
إذ يعيد إنتاج الأداء الباهت لسلفه جمال بن عمر مع اختلاف طبيعة الأزمة من تمرد فصيل اجتماعي وسياسي مسلح على السلطة الشرعية إلى صراع بين قوتين تسيطر كل منهما على جزء من الدولة. لذا لن تكون الهدنة الأخيرة ولن تتوقف محاولات التسوية السياسية. موقع الموقع بوست عنون في صفحته الأولى: الذكرى الثانية لاقتحامها، دمار تتهيأ للإفلات من قبضة الميليشيا. وأقل الموقع أن هذه الأيام تصادف الذكرى الثانية لسيطرة ميليشيا الحوثي على محافظة دمار دون أن تطلق رصاصة واحدة، فكانت البوابة الأبرز للانتقال من محافظة إلى أخرى ومصنع للمقاتلين في صفوفها. ويضيف الموقع: عاشت دمار منذ سيطرة الميليشيات عليها ويلات الحرب، حيث يسعى الحوثيون لتفجير الوضع في المحافظة الواقعة جنوبي العاصمة صنعاء وخلق أجواء مشحونة بالقتل والدمار مستخدمين شتى الطرق والأساليب. ووفقا للموقع بوست، فمن أول لحظة وضعت الميليشيا أيديها على محافظة دمار استخدمت كل وسائل القتل والتدمير ضد كل معارض لهم في الوقت الذي حاولت فيه القوى المناهضة للتصدي لهذا الانقلاب. وتقول مصادر محلية إن مقبرة الحوثيين في مدينة دمار المعروفة باسم روضة الشهداء تتوسع يوما بعد آخر، ويقوم الحوثيون بالعناية فيها بزراعة الزهور وري الأعشاب التي تحيط بالقبور تمييزا لها عن غيرها من القبور. موقع المصدر أونلاين أورد عددا من العناوين، بينها: الحوثيون يختطفون 921 مدنيا في محافظة حجة ووفاة مختطف تحت التعذيب. ومن تعز: المقاومة في مدينة تعز تعلن عن مقتل 5 من الحوثيين وقوات صالح في المعارك المستمرة. وعنوان أيضا من الحديدة: الحوثيون يفرجون عن قيادي في حزب الإصلاح بمدينة الحديدة بعد عام على اختطافه. ومن صنعاء: المبعوث الأممي يلتقي الوفد المفاوض للانقلابيين بعد تجمهر مسلحين حول مقر إقامته في صنعاء. اليمن بين الثورة والثورة المضادة. تحت هذا العنوان كتب محمد المخلافي مقاله المنشور في الاشتراك نت، وقال الكاتب في أجزاء من المقال: النظام القديم وحلفاؤه كان يعمل من ناحية على إعاقة أعمال مؤتمر الحوار الوطني، ومن ناحية أخرى يعد للثورة المضادة بالاستمرار بتفجير المنشآت الحيوية الكهرباء وأنابيب النفط، ثم الانتقال إلى تفجير حرب طائفية في منطقة دماج بمحافظة صعدة، والانتقال إلى ضرب القوات المسلحة غير الموالية للثورة المضادة في عمران والاستيلاء على المحافظة. ورافق ذلك وعند اقتراب نهاية مؤتمر الحوار الوطني اغتيالات لشخصيات لها وزنها الوطني، وكانت الغاية إلى جانب التخلص من أشخاصهم محاولة إفشال مؤتمر الحوار الوطني الذي ما إن انفض حتى قرر النظام القديم وحلفاؤه الانقلاب على مخرجاته. ولم يكتف التحالف هذه المرة بضرب الخدمات الضرورية للحياة بهدف إعاقة تنفيذ مخرجات المؤتمر ومنع التحول الديمقراطي، بل لجأ إلى القيام بثورة مضادة وشن حربا شاملة لتقويض الدولة برمتها لتحقيق مشاريع عائلية أولا وتحت غطاء العصبية الجيوسياسية والسلالية. وهنا بدأ التطبيق العلني لاستراتيجية الفشل استراتيجية تقويض الدولة، وبدأت الثورة المضادة تكشف عن خططها خاصة بالاستيلاء على العاصمة والمحافظات الأخرى. والمتتبع لسلوك النسقين الأول والثاني للثورة المضادة يجد أنهما ينطلقان من قاعدة واحدة لاحتكار السلطة والثروة، ويختلفون في لون الرايات والقوى التي يتمترسون حولها. وما كان كل هذا ليتم لولا غياب الكتلة التاريخية للتغيير التي كانت نواتها قد بدأت بالتشكل عند قيام ثورة 11 من فبراير 2011 وبعدها، والتي بدونها لا يمكن تحقيق التحول والانتقال الديمقراطي. انتقلت الصراعات اليمنية بين الانقلابيين والشرعية إلى سويسرا، حيث شاركت الشرعية بوفد من مجلس النواب التي يؤيدها برئاسة محمد علي سالم الشدادي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، فيما شارك الانقلابيون بوفد من مؤيدهم برئاسة أحمد الكحلاني.
وفقا لموقع التغيير نت، فإن المشاركين ذهبوا إلى اجتماعات الجمعية في دورتها 135 للاتحاد البرلماني الدولي الذي تعقد في جنيف ويستمر حتى 27 من أكتوبر الجاري. وطبقا للموقع، فقد قال مجلس النواب الذي يتبع الانقلابيين بصنعاء في تصريحات تابعها التغيير نت بأنه يجري التخاطب مع الاتحاد البرلماني الدولي أن الترشيحات للوفود والتخاطبات مع الهيئات تخص رئيس مجلس النواب، في إشارة إلى تعرضه لصفعة جديدة في سويسرا واعتماد وفد الشرعية الوفد المرشح عن مجلس النواب اليمني، حيث طالب مجلس الانقلابيين الاتحاد البرلماني الدولي بما أسماه احترام الأطر الدستورية والقنوات والآليات المؤسسية لترشيح الوفود، وهو ما دلالته قاطعة على عدم اعتماد وفدهم وفدا رسميا لليمن. إلى موقع الصهاريج نيوز، والذي عنون في صفحته الرئيسية تواصل حملة النظافة في العاصمة عدن، وقال الموقع إن حملة النظافة الشاملة في عدد من الأحياء بمديريتي الشيخ عثمان والمنصورة تأتي في إطار المساهمة في مكافحة وباء الكوليرا، وأضاف أن الحملة متواصلة لغرض رفع كل المخلفات التي من شأنها الإسهام في نشر الأمراض وخدش صورة العاصمة المؤقتة. من بين أكثر النازحين الموزعين في مناطق مختلفة من البلاد نتيجة الحرب، يقف نازحو عمران وسط الآلام، فمن ظلم الميليشيا الحوثية إلى جور الظروف المعيشية، دولتنا المصورة تركز على جانب بسيط من المعاناة. الصور وردت في موقع المصدر أونلاين، نتابع. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. نعاود الترحيب بكم مشاهدينا الكرام ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية، والبداية من صحيفة الخليج الإماراتية والتي عنونت بخصوص المبعوث الأممي. حزب المخلوع يهاجمه لحظة وصوله، وعنوان في ذات الشأن، ولد الشيخ في صنعاء والانقلابيون يحصرون النقاش في وقف الحرب. وقالت الصحيفة أن المؤتمر جناح المخلوع صالح قال أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لم يعد مبعوثا أمميا محايدا، وأصبح اليوم مبعوثا سعوديا. وزعم موقع المؤتمر أن ما وصفها بممارسات ولد الشيخ ومواقفه وآلية عمله خلال الفترة الماضية كانت بعيدة عن الحيادية من خلال تبنيه لأطروحات دول التحالف، وتردد أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يحمل هذه المرة مسودة نهائية لخطة الحل الشامل في اليمن، من المرتقب أن تطرح الأسبوع المقبل أمام مجلس الأمن الدولي بالاتساق مع مشروع قرار تقدمت به بريطانيا قبل أسبوع وتأجل حتى تعطى فرصة أمام الهدنة الأخيرة التي فشلت عمليا. صحيفة العرب الجديد عنونت في إحدى صفحاتها عن الأوضاع في اليمن، اليمنيون على مواقع التواصل أين الراتب؟ وتقول الصحيفة فصلت الحرب اليمنيين عن كل شيء حتى عن رواتبهم الضئيلة، لذا أخذت ظروفهم المعيشية التي يقاسونها تظهر على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. وتضيف الصحيفة انقطعت الرواتب وبدأت الشكاوى والمطالبات تضج على منصات فيسبوك وتويتر
في بلد يشهد ظروفا اقتصادية متدهورة جراء الحرب الممتدة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع صالح على السلطة. وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حكاية يقولون إنها لأشخاص تقطعت بهم السبل بسبب توقف صرف الرواتب وتبيت لياليها من دون طعام، فيما نشر آخرون أيضا صورا لكتل من الأموال التي يجمعها مقاتلون حوثيون لما يعتبرونه دعما للبنك المركزي من المدن والأرياف التي يسيطرون عليها بحجة دعم جبهات القتال ضد قوات الحكومة. وتضيف الصحيفة أن جمهورا آخر من اليمنيين نقل معاناته في المطالبة بالرواتب إلى نشر نكات وأيضا قصائد وأغاني تم تحريفها لتناسب الوضع الصعب الذي يعيشونه ودعواتهم لصرف مستحقاتهم المالية. كاتب إماراتي في صحيفة الاتحاد تساءل ماذا بعد أيها الانقلابيون، وحاول محمد أو حمد الكعبي الإجابة على التساؤل. فرصة تلو الأخرى تضيع من بين أيدي الحوثيين والانقلابيين، كان في مقدورهم الاستفادة من نوافذ الفرص التي تفتح أمامهم، ولكنهم بخفة وسفة فرطوا في كل ذلك بسذاجتهم وخروقاتهم للهدن وبالتمادي الآثم في القصف بالصواريخ على المدنيين العزل وفرض الحصار الجائر على أبناء الشعب اليمني الكريم. ولكن ماذا بعد أيها الانقلابيون؟ ربما يظن البعض أن الفرص التي تمنحها الحكومة الشرعية في اليمن للانقلابيين بوقف إطلاق النار علامة ضعف أو تراجع، ولكن لا هذا ولا ذاك هو الدافع، وإنما سبب ذلك هو السعي لتوصيل المساعدات والمواد الأساسية اللازمة للشعب اليمني ولمد يد المساعدة للمدنيين الذين تجرعوا مرارة الحرب بسبب ثلة متمردة فاسدة قدمت المصالح المذهبية بعنصريتها وعنجهيتها على المصلحة الوطنية وعلى سلامة البلاد بأكملها. والحوثيون لا عهد لهم ولا يراعون إلا ولا ذمة، فهم في كل يوم يغدرون وينكثون الوعود والعهود، وفي ذات الوقت يخسرون ويتراجعون عما كانوا عليه ويلجؤون إلى الأساليب السيئة في الاستئسان على المدنيين اليمنيين العزل من خلال التعذيب والقهر والخطف للشباب الذين يخالفونهم من داخل المناطق التي ما زالوا يسيطرون عليها. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها حول افتتاح قريب لمطار عدن الدولي الذي سبق وأن فتح وأغلق مرتين من قبل، وقالت الصحيفة افتتاح مطار عدن الدولي بشكل كامل قريبا، حيث أكد وكيل محافظة عدن غسان الزامكي قرب افتتاح مطار عدن الدولي بشكل متكامل عقب الانتهاء من اللمسات والتجهيزات الأخيرة لاستئناف نشاط هذا الشريان الحيوي الذي يعد نافذة المدينة إلى العالم. وأضاف الزامكي أن المطار مستعد لاستقبال الرحلات الجوية الدولية، وهناك أعمال نهائية يجرى التحضير لها من أجل التدشين النهائي، ويجري صيانة شبكة المياه والصرف الصحي والتشجير والإنارة وتجهيز منظومة التكييف في المطار وأعمال فنية أخرى سيتم الانتهاء منها بشكل سريع استعدادا لافتتاح المطار بشكل كامل ونهائي. صحيفة القدس العربي كتبت عن يمني أطلق مشروعا يوازي موقع الفيسبوك وربما سيستطيع منافسته بمزايا جديدة، وعنونت تقول الصحيفة أطلق شاب يمني شبكة للتواصل الاجتماعي تضاهي مزاياها العالمية، وهي الأولى في الوطن العربي وتتيح التفاعل والمشاركة بين المستخدمين بشكل بسيط وملائم. وسلطت قناة MBC السعودية الضوء على تجربة الشاب اليمني ماجد الجعماني ذو 20 عاما الذي استطاع إطلاق أول شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم العربي تعرف بأودل، وتفوق بمزاياتها الكثير من نظيراتها من شبكات التواصل الاجتماعي في الغرب. وأهم تلك الميزات أنها تتيح للمستخدم العربي الدردشة مع آخرين لا يتكلمون العربية بلغة الأم، ويمكن من خلال الدردشة النطق بالكلمة من دون طباعتها. وتضيف الصحيفة إلى أن الشبكة
وهي في المرحلة التجريبية تمكنت من اجتذاب 250,000 مستخدم، ما شكل حافزا لتطويرها لتنتقل مستقبلا إلى العالمية. وأكد منشأ الشبكة الجعماني أنه بصدد تجهيز معاملة الترخيص من منظمة الوايبو التي تقدم ترخيصا دوليا وليس محليا، مشيرا إلى أنه أكمل إجراءات الترخيص المحلي. المشهد العربي وتحديات المرحلة تحت هذا العنوان، كتب عبد الحق عزوزي مقاله المنشور في الاتحاد. وقال الكاتب: جميع التقارير والتحليلات الجادة تشير إلى أن دول العالم تعيش اليوم في حال من الارتباك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لا يخفى على أحد، وهذا الارتباك لا يسلم منه أحد، خاصة دولنا العربية، وهناك أمور تتغير بين غمضة عين وانتباهتها، وهناك تحولات عميقة في السياسات الخارجية للدول العظمى تجعل من قاعدة المؤامرات الخفية التي تتبعها سلاحها للبقاء والتأثير الدائم بأقل التكاليف والاستفادة من النتائج. والدول العربية يجب أن تعي هذه الوقائع المتوالية، وخاصة بعد أن تحول الحراك الشعبي في العديد من الدول إلى خريف عربي، تاركا بعض الدول في علم الغيب بسبب الفوضى والمجهول، وأخرى ركبت سفينة النجاة دون أن تبصر المدى المتوسط والمدى البعيد، وثالثة بقيت في منأى عن تلك الاحتجاجات الجارفة، ولكن محددات السياسات الخارجية عموما والنظام الاقتصادي والاستراتيجية التحالفية والأمنية يجب أن تتغير وتتقوى، وخاصة الدول المحورية في المنطقة العربية. بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نترككم في أمان الله، نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.